فيما يتعلق بالسؤال الذي سألته وهو الكلام على الفساد. الفساد إذا أردنا أن نحدد معناه الشرعي هو انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. المفسد هو من ينتهك حرمات الله في الخلوة. الفساد عادة أصحابه يتخفون ليسرق المال العام، يسرقه خفية، وإذا واجهته به ينكر. من يهرب السلع والبضائع لا يجاهد بذلك ويحاول أن يخفي ذلك وينكره حتى لو وجهت إليه التهمة. فالفساد والمفسد، المفسد هو من ينتهك حرمات الله، من ينتهك حرمات الله. لماذا أريد أن أبين هذا؟ لأجل أن أضع الكلام في نصابه بحيث لا يستسهل الناس هذه الكلمة. فساد لكثرة شيوعه استسهله الناس وأصبحت كلمة تمر على الأذهان وعلى العقول دون أن يتوقف أحد عندها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث صحيح أنه قال: اعلموا أن هناك أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، كثيرة جدا، بيض، حسنات ما شاء الله عليها، ما فيهاش غدش، لينظرها لأول وهلة يرى أن كل حسنات خير. وهذه الحسنات يجعلها الله هباء منثورا، فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخافوا خوفا شديدا وسألوه، قالوا: نخاف أن نكون منهم ولا ندري ولا نعلم من هم هؤلاء. قال: هم منكم، من جلدتكم، يصومون ويأخذون من الليل، يصلوا حتى بالليل، يصومون ويزكون ويفعلون ما تفعلون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو مربط الفرس، هذا هو الفساد، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان على غفلة من القانون ولا من أحكام الشرعية يأمن على نفسه أن يهرب منها ولا تلاحقه ماذا يفعل؟ ينتهك هذه الحرمات. فمن يتعدى على المال العام بالآلاف ولا بالملايين الذي نراه الآن شائعا في التعاقدات، إما بمخزن زي ما يقولوا كتائب مسلحة تتمخزن على المسؤول وتقول له أعطي هذا العقد للجهة الفلانية وامنع الجهة الفلانية، هذا خلا بمحارم الله وانتهكها، داخل في الويل والعذاب المحذر منا في هذا الحديث. من يهرب السلع والوقود ليملأ جيبه بالماء الحرام هو منتهك لحرمات الله، خلا بها وانتهكها. من ينتقي من الأجهزة القضائية من أول درجة إلى المحكمة العليا، ينتقي القضايا في النيابات والمحاكم حسب الجو اللي يعجبه، كان قضية يبي يتناولها يتناولها ويحكم فيها، الله أعلم بالحكم كيف هو، وإذا لا يريد تناولها يتجاهلها وتبقى على الرف حتى سنين طويلة. الانتقاء
للقضايا في يعني في المجال القضاء والنيابات، هذا أيضا انتهاك لحرمات الله إذا خلا القاضي بها من أول محكمة إلى المحكمة، تراهم ينتقون القضايا، لأن انتقال القضايا معناها الظلم، معناها إقرار الظلم، قضايا لأصحابها رقاد ريح ولا ما عندهمش قدرة يظلمون، والظلم من الفساد في الأرض. من يعتقل من الكتائب المسلحة أناسا أبرياء، إلى حد الآن منهم من بقي 8 سنين وتسع سنين في قوات الردع وفي غيرها لم توجه إليه تهمة، ظلم وقهر واستبداد وعلو في الأرض واستكبار، هذا خلوة بحرمات الله، من فعل ذلك اختلى بحرمات الله وانتهكها، الذين إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، هؤلاء منهم لا شك في ذلك.